السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم عبر القناة الرسمية لجامعة سليمان الدولية. ما زلنا ضمن سلسلة مقرر جرائم معلوماتية، وقد تحدثنا إذن في المحاضرات السابقة حقيقة عن ضمن إطار الوحدة التعليمية الثانية عن الجرائم المستحدثة وصورها التسعة، وقد قسمنا هذه الوحدة التعليمية الثانية حقيقة إلى قسمين، القسم الأول وهي صور الجرائم المستحدثة، والقسم الثاني الأحكام العامة للجرائم المعلوماتية. بعد الانتهاء من صور الجرائم المستحدثة، حقيقة اليوم سوف نتكلم بحول الله وقوته عن الأحكام العامة للجرائم المعلوماتية. وقلنا في البداية أن هناك في الفصل الثالث من قانون مكافحة جريمة المعلوماتية قد نص على ما يسمى صور الجرائم المستحدثة، أما في الفصل الخامس حقيقة من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية فقد تضمن الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، والذي سوف ندرس تلك الحالات بشكل مفصل. أولاها الظروف المشددة، ولدينا الشروع، ولدينا أيضا العلانية، وأخيرا لدينا المصادرة، وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية. ولا شك أن الجرائم التقليدية سوف تكون بحول الله إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة بشرح مفصل ودقيق. الآن سنتناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التجديد والشروع والعلانية أو العلانية والمصادرة على التتالي. بداية مع ظروف التجديد، حقيقة نصت المادة 30 من قانون مكافحة جريمة المعلوماتية على مالي، قال: تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتجديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في حالات. ما هي هذه الحالات؟ أولا، إذا كان موضوع الجريمة يمس أمن الدولة أو السلامة العامة. ثانيا، إذا كان موضوع الجريمة حقيقة أيضا أن تكون هذه الجريمة بواسطة عصابة منظمة، وأن تكون إذا وقعت هذه الجريمة على قاصر أو من في حكمهم. ورابعا، إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة. وعليه أيضا فقد حدد المشرع أربع ظروف تؤدي إلى تجديد العقوبة وفق المادة 247 من قانون العقوبات، وهذه الظروف وفق التفصيل الآتي. في الفقرة 1000 قال: إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة. حقيقة هنا يتحقق ظرف التجديد عندما يكون محل الجريمة في عدة نقاط. أول نقطة هي أن تمس تلك الأجهزة الحاسوبية أجهزة الدولة الحكومية من وزارات أو إدارات والشركات والمؤسسات والجهات التابعة للقطاع العام أو المشترك، وأن يكون محل الجريمة المعلومات أو الأموال العائدة للدولة، سواء كانت معلومات تمس أمن الدولة أم لا. على سبيل المثال، قيام الجاني بالدخول بالطريقة الغير مشروعة إلى المعلومات المخزنة في حواسيب إحدى الوزارات، وسواء كانت هذه الدخول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبعد ذلك قام بنسخ هذه المعلومات أو إتلافها أو تغييرها عن غير وجه الحق. أما النقطة الرابعة التي يتحقق فيها ظرف التجديد، إذا كان محل الجريمة أموال عائدة للدولة، سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة، أم كانت عائدة برمتها إلى القطاع العام أو المشترك. والنقطة الرابعة يتحقق ظرف التجديد إذا كان محل الجريمة يمس السلامة العامة، ولكن على الرغم من ذلك فالمشرع السوري لم يحدد معنى هذه العبارة ولا حتى التعليمات التنفيذية، ولكن يمكننا أن نعرف معنى هذه العبارة بأن نحدد مفهوم السلامة العامة. قال: بأنها الحالات التي تنتج عن الجريمة، التي تنتج عن جريمة من ضرر بالصحة العامة أو بفئة معينة من الناس. إذن هذه النقاط الأربعة هي من الظروف المشددة والتي تشدد عليها قانون العقوبات العام. الفقرة باء وهي ارتكاب جريمة بواسطة عصابة منظمة. حقيقة عرف المشرع السوري في المادة الأولى من قانون مكافحة جريمة المعلوماتية العصابة المنظمة
العصابة المنظمة قال بأنها جماعة، حقيقة جماعة، وقد تكون هذه الجماعة أشخاص أو فعاليات، وعادة ما تكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. والواقع المشرع لم يحدد في هذا التعريف الحد الأدنى المطلوب قانونا لأفراد هذه العصابة، وفي تقديرنا أن الحد الأدنى لأفراد العصابة المنظمة يجب أن يكون 3 أشخاص فأكثر، وذلك تماشيا مع سياسة المشرع السوري في المادة 326 من قانون العقوبات المتعلقة بجمعية الأشرار. ما المقصود بالتنظيم المركزي ضمن صلب التعريف؟ حقيقة أن يكون هناك توزيع في الأدوار بقيام كل فرد من أفراد العصابة للقيام بمهمة من أجل ارتكاب جريمة، أي من أجل أن تتضافر إذن الجريمة ككل، يتم تقسيم هذه العصابة إلى عدة أفراد، وكل فرد يقوم بعمل أو مهمة ما من أجل إكمال الجريمة برمتها. وكما قلنا، سواء كانت هذه الجريمة على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وأيضا وتعريف الجماعة الإجرامية في قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010، حيث اشترط المشرع في كلا الحالتين أن تكون الجماعة من 3 أشخاص فأكثر. وبناء على ذلك، فيتحقق ظرف التجديد المذكور إذا تم تكوين جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر، وأن تكون تلك الجماعة ذات تنظيم مركزي بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في مكافحة جريمة المعلوماتية. الفقرة جيم من ضمن نص المادة 32، المادة في ضمن نص المادة 30 عفوا المادة 30 لدينا إذن الفقرة جيم، وهي في حال وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه. حقيقة بداية، القاصر، وكلنا نعلم القاصر كل ذكر أو أنثى لم يتم 18 من عمره. أما من في حكمهم فهم فاقدو وناقصو الأهلية كالمعتوه والمجنون والسفيه وذو الغفلة. ما هي العلة من التجديد على هؤلاء الأشخاص، القاصر أو من في حكم القاصر؟ حقيقة هو حاجة هؤلاء للحماية القانونية أكثر من غيرهم بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، ومثال ذلك لدينا الأفلام والصور الخلاعية الموجهة للقاصرين عبر الإنترنت. والفقرة دال من نفس المادة قال: إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة. حقيقة هنا أيضا يتحقق ظرف التجديد عندما يقوم العامل في إحدى الجهات العامة أو الخاصة بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية مستغلا وضعه الوظيفي، أي عندما تسهل الوظيفة ارتكاب الجريمة، كما لو وقع أحد العاملين بالدخول إلى الأجهزة الحاسوبية لشركة ما ونسخ المعلومات، ولكن دون أن يكون له حق أو دون أن يكون له تصريح في ذلك. نعم، من الأحكام العامة للجرائم المعلوماتية لدينا ثانيا الشروع. نصت المادة 31 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي، قال: يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ. وشروع وفقا للقواعد العامة هو كل محاولة لارتكاب جناية أو جنحة معاقب على الشروع فيها، بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وتعتبر كجريمة بنفسها أو كجريمة نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. إذن الشروع هو بداية القيام بالأفعال التحضيرية، ولكن قد يكون هناك أيضا عقبة أو لم تتحقق الجريمة بشكل مكتمل، وذلك لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. فالشروع هي جريمة بدأت فيها الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. والمعيار الذي أخذ به المشرع السوري للتمييز بين الأفعال التحضيرية والأفعال التنفيذية هو المعيار الشخصي الذي ينظر إلى مقدار الخطورة التي وصل إليها الجاني من خلال أفعاله، وهذا المعيار هو الذي يحقق للمجتمع
حماية أكبر حقيقة مقارنة مع معيار المادي، فهو معيار ضيق لأنه لا يعاقب الفاعل على أفعاله إلا إذا كانت داخلة ضمن الركن المادي للجريمة أو لظرف مشدد لها. والأصل أنه إذا وقف نشاط الفاعل عند العمل التحضيري فلا عقاب عليه، إلا إذا كانت هذه الأفعال التي قام بها الفاعل تشكل بحد ذاتها جريمة أو عدة جرائم. والشروع حقيقة لدينا شروعان أو نوعان، الشروع نوعان، لدينا الشروع التام والشروع الناقص. ويمكن أيضا أن نطلق بالشروع التام هي الجريمة الخائبة، ويمكن أن نطلق عن الشروع الناقص الجريمة الموقوفة. ماذا نعني بكلمة الشروع التام أو مصطلح الشروع التام؟ حقيقة الشروع التام وفيه يقوم الجاني بجميع الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لا تتحقق لظروف خارجة عن إرادته. أما الشروع الناقص وفيه لا يكتمل النشاط الجرمي وتتوقف الجريمة في مراحلها الأولى لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. حقيقة والشروع بنوعيه سواء تام أو ناقص يمكن تصوره في جرائم معلوماتية. فعلى سبيل المثال، من يقوم باختراق نظام معلوماتي لإحدى المصارف عن طريق الإنترنت ويقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة لإجراء تحويل الأموال غير مشروعة، ثم لا تتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة بتحويل النقود وذلك نتيجة وجود خطأ في إحدى البيانات، فإن نشاط الفاعل حقيقة يشكل هنا شروعا تاما في الاحتيال. ولكن قد يقف نشاط الفاعل عند حد الشروع الناقص، كما لو تم إلقاء القبض على إحدى الهكرة بإحدى مقاهي الأنترنت وهو يقوم باختراق إحدى شبكات المصارف بغية إجراء تحويلات غير شرعية. أما الحكم العام لجرائم معلوماتية الثالث، لدينا العلنية على الشبكات المعلوماتية. من مصطلح العلنية معناته معنى ذلك أنه موجه للعموم وللجمهور، أي متناول الجميع. العلنية على الشبكات المعلوماتية نصت المادة 32 من قانون مكافحة جريمة المعلوماتية على ما يلي: أولا، تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة. وقد حدد المشرع وسائل العلنية في قانون العقوبات بالمادة 208 التي نصت على ما يلي: تعد وسائل العلنية أولا الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 2 الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين حقيقة من لا دخل له بالفعل. وثالثا الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. والعلنية حقيقة هي المعلومات التي تكون متاحة بشكل علني للجمهور. والمشرع جعل من الشبكات الذي درسناها سابقا الانترنت، شبكات الانترنت والشبكات الداخلية وشبكات الهواتف النقالة وغيرها من الشبكات وسيلة من وسائل العلنية. لكن المشرع حقيقة أخرج المراسلات الشخصية التي تتم عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المحادثات الشخصية على الشبكة ليست بالعلنية، وتعتبر حقيقة من الجرائم التي تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة كصورة من جرائم مستحدثة، جريمة انتهاك الحياة الخاصة. أيضا هناك طائفة من الجرائم التقليدية يتطلب العلنية فيها كجريمتي الذم والقدح وجريمة تحقير علم الدولة. لدينا رابعا من الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية المصادرة. ماذا نعني بمصطلح المصادرة؟ أو ماذا نقصد بهذا الحكم المصادرة؟ حقيقة أيضا نص المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية في المادة 34 في الفقرة الأولى
قال مع عدم الإخلال بحقوق الغير، حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية وأي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أما الفقرة باء قال ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة. والمصادرة المقصودة هنا حقيقة هنا مصادرة عينية، وهي عقوبة مالية إضافية تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبرا ومن غير مقابل لتصبح ملكا للدولة. وقد جعل حقيقة المشرع مصادرة الأجهزة الحاسوبية أو أي شيء مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليه في قانون مكافحة جريمة المعلوماتية عقوبة إضافية وجوبية. إذن عقوبة إضافية وجوبية، أي يجب على المحكمة أن تحكم فيها بشكل نهائي. أما الحكم، هنا لابد أن نفرق بين الحالتين، أما الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليه في قانون مكافحة جريمة المعلوماتية أو أي منظومة مشابهة، حقيقة إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب الموقع أو المنظومة، فهنا يعتبر أمر جوازي يعود تقديره إلى المحكمة، وهو من قبيل تدابير الاحتراز العينية التي تهدف إلى علاج المجرم ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية وحماية المجتمع من خطره. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا الأحكام العامة للجرائم المعلوماتية عندما تحدثنا عن ظرف التجديد، ولدينا أيضا تكلمنا عن الشروع، وثالثا عن العلنية، وأخيرا عن المصادرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الوحدة التعليمية الثانية، على أمل اللقاء بمحاضرات أخرى وبموضوع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.